انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي تعقد تحت شعار استشراف حكومات المستقبل، تستمر حتى 14 من فبراير الحالي في مدينة دبي، وبمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة. وتستشرف النسخة الجديدة من القمة الفرص والتحديات المستقبلية، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثارا إيجابية وأحدثت تغييرا حقيقيا في واقع دولها ومجتمعاتها. هذا وتسجل الدورة إضافة نوعية إلى أجندتها تتمثل في استضافة نخبة متميزة من علماء العالم الحائزين على جائزة نوبل في مختلف التخصصات العلمية، ما يرسخ مكانتها كمنصة عالمية لأصحاب العقول وصناع القرار وجميع المؤثرين.